بوند. في شهر أكتوبر يحتفل عشاق سلسلة أفلام جيمس بوند بالذكرى 50 لإنجاز أول أفلام هذه السلسلة. ففي العام 1962 قام الممثل الاسكتلندي شون كونري ببطولة أول فيلم من هذه السلسلة تحت عنوان دكتور نو. الفيلم كان هدفاً للكثير من الانتقادات قبل عرضه، غير أنه عكس كل التوقعات كان محل إقبال كبير وحقق إيرادات عالية في قاعات العرض. منذ ذلك الحين تداول 6 ممثلين على القيام بدور العميل السري رقم 007 في 23 فيلماً من سلسلة جيمس بوند. في العام 1995 أدى الممثل الإيرلندي بيرس بروسنان دور العميل السري لأول مرة في فيلم العين الذهبية. بروسنان بات بذلك الممثل الخامس الذي يتقمص هذا الدور، وعلى امتداد سنوات أدى بروسنان دور البطولة في 4 أفلام من جيمس بوند، وهي العين الذهبية وغدا لن يموت والعالم لا يكفي ومت في يوم آخر. Thank you, Mr. The name's Bond. James Bond. جيمس بوند مثل صفحة مهمة في حياتي، لقد كان هادية وفيرة العطاء، فبوند هو بوند بما تستحقه هذه الشخصية من احترام. كما تعلمون مجموعة صغيرة من الممثلين قاموا حتى الآن بهذا الدور، لقد كان فعلا ملحمة حقيقية. بروسنان اختفى في مختلف هذه الأدوار أثر الممثلين الذين سبقوا في لعب دور البطولة في جيمس بوند على غرار شون كونري وجورج لازينبي وروجر مور وتيموتي دالتون. الممثل دانيال كرايك هو الممثل الوحيد الذي قام ببطولة أفلام السلسلة بعد بيرس بروسنان. اليوم وبعد 50 عاماً من انطلاق هذه السلسلة لا يزال نجم جيمس بوند متوهجاً في عالم السينما، حيث مثل الشخصية السينمائية الوحيدة التي حافظت على استمرارها طيلة هذه السنوات لما تحتويه هذه الأفلام دائما من تشويق ومفاجآت للجمهور. دانيال كرايغ سيطل مجددا على عشاق جيمس بوند من خلال الفيلم الجديد سكاي فول الذي سيعرض في قاعات السينما نهاية هذا الشهر بعد 6 سنوات من تقمصه لدور العميل السري لأول مرة عام 2006 في فيلم كازينو رويال.